السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال وفي خير وصحة. النهاردة مع بعضينا في مطبخ هيلة، عندنا 5 أبطال لحلقتنا. النهاردة معانا بتنجان رومي، بطاطس، بصل، فلفل، طماطم. هنعمل بيهم ايه النهاردة؟ هنعمل بيهم احلى مسقعة. بس المسقعة النهاردة هتبقى معاكم على طريقة مطبخ هالة، ونورتوني بمشاهدتكم ليا في مطبخي ويومياتي انا وادوات مطبخي. تعالوا بينا نشوف الدنيا هتبتدي ازاي. انا ابتديت دلوقتي بتقطيع البتنجان زي ما احنا ما شايفين كده، قطع مكعبات صغيرة. بعد ما قطعته بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، هبتدي اخد شوية ملح وارشهم عليه، عشان الملح بيعمل ايه؟ الملح بينزل كل المية اللي فيه وتخليه ما يشربش الزيت وانا بقليه. ايوه بنفس الشكل ده هقلبه كده. ودلوقتي معايا البطل التاني، الاستاذة بطاطس. هنعمل ايه فيها؟ زي ما احنا ما شايفين بالظبط، هنقشرها ونوضبها ونهننها وندلعها ونقطعها حلقات، ونرجع نقطعها لصوابع عشان لما نيجي نقليها تبقى ايه؟ تبقى مظبوطة معانا في الوصفة زي ما انتوا شايفينها كده. خليتها شبه البطاطس البومفري، هي فعلا بومفريت، ما هي هتبقى كده، هي هتبقى بومفريت، بس هناخدها ونحطها في وصفة المسقعة. احنا عندنا الشتا بتحب البطاطس قوي، والبطاطس بتحبنا زي ما احنا ما بنحبها. من المحاصيل المهمة جدا جدا عندنا في مصر، وبالاخص في الشتا، مفيش بيت بيخلى من البطاطس في الشتا. ودلوقتي هناخد البطلة رقم 2، هي مين؟ طماطم. الطماطم اللي احنا كلنا بنستغناش عنها. بس بذمتك ايه رأيك في التقطيع؟ جامدة صح؟ قطعتها مكعبات صغيرة كده هوت، وحطيتها زي ما انت شايفة في الطبق. اوعي تنسي السبسكرايب، لو انت مش مشتركة عندي في القناة حاولي تشتركي وتفرجي عندي على الفيديوهات وشوفي. لو عجبتك اوكي، ما عجبتكيش يا ستي اخرجي من القناة، وانا متأكدة ان قناتي هتعجبك وكل اكلاتي كمان هتعجبك، لانها اكلات خفيفة ووصفات سهلة مش متعبة خالص خالص خالص، ولا ليكي ولا لأي حد. لان هدفنا في مطبخنا اللي هو مطبخ هالة ان احنا نعمل لك اكلات سهلة بسيطة سريعة تأدي الغرض منها. بصوا كده معايا، شوفوا تقطيع الفلفل عامل ازاي. يا عيني عليا والله بقطع فلفل مامي. جينا بقى البطل دلوقتي، بطل كل اكلة، اللي مفيش اكلة معانا بتخلى منه، البصل. وما اقولكوش على الدموع اللي بتنزل من البصل، هي مش بتنزل من البصل طبعا، هي بتنزل من عيني، عشان انا يا عيني طول الوقت كل يوم بقطع بصل زي ما انتوا ما شايفين كده. يا حول الله، ما فيش ست ما بتقطعش بصل، ولا في سمع واحدة بتقولي فيه والله ستات ما بتقطعش بصل. عايزيني جبت دلوقتي الصينية، معلش يا جماعة تقطيع البصل تعبني، جبت الطاسة وحطيت فيها زيت، ودلوقتي كمان نزلت بالبصل فيها، هديله تقليبة حلوة. ايوة دلعي البصل، ايوة فهمين انتي، دلعي البصل، انزلي عليه بالفلفل، ولعيه وشطشطيه وانتي بتدلعيه. بس ايه رأيك؟ لون الفلفل تحفة، ايوه في قلب البصل.
جميل صح؟ ايوه هنزل عليهم بالطماطم. طبعا كل الاكل فيه طماطم، كل الاكل فيه صلصه، كل الاكل فيه بصل. بس الحلو في الاكل ان انت لما تكوني بتحبي عيلتك او بتحبي اللي هتعملي له الاكل، الاكل بيطلع بطريقه تانية خالص، بيبقى ليه نكهه جميله وطعم تحفه كده. ابدا ابدا استحاله هياكلوه من بره بنفس الطعم ده. ليه؟ لانك بتحطي شويه محبه في قلب الاكل من حبك ليهم في البيت. دلوقتي انا حطيت معلقه صلصه، وكمان هنزل بالتوابل بتاعتي. ايه هي التوابل يا لولا؟ التوابل عباره عن كمون، ملح، مرقه دجاج، فلفل اسود، ممكن نحط شويه بصل بودر، بس انصحك ما تحطيش توم باودر. تمام كده اديتها التقليبة الصح وزودتها شوية مية. ودلوقتي انا قليت البطاطس وقليت البتنجان وقليت شوية فلفل على جنب. هعمل بيهم ايه الفلفل على جنب؟ هتعرفي في اخر الفيديو انا ليه شوية الفلفل دول قليتهم وما حطيتهمش يتدلعوا مع البصل. ودلوقتي التسبيكة بتاعتي جاهزة، وهنزل عليها بالبطاطس المقلية، وفوق البطاطس المقلية هنزل بالبتنجان المقلي مكعبات. تمام لحد دلوقتي احنا في التمام. يلا نكمل الحدوتة بتاعتنا بتاعت الوصفة. طبعا ايه رأيكم؟ جميلة صح؟ هسيبها تتكمر مع الصلصة، اغطيها شوية وارجع اخدها عشان اغرفها ونشوف هنعمل ايه بعد كده. تعالي بصي بقى الجمال، تعالي شوفي الدلال. ايه رأيك في الوصفة؟ بذمتك مش سهلة وبسيطة؟ خدت منك حاجة ولا هتاخد منك حاجة اصلا؟ حاجة كده اقسم بالله الطعم كان رهيب خطير، حاجة كده استحالة استحالة يعني ان انت تجيبيها من اي مطعم بره. حاجتك في بيتك جميلة تحفة. وادي الفلفل اهو، شفتي الفلفل عملنا بيه ايه؟ شوية فلفل صغيرين مقليين بس عشان يدوني ايه؟ شكل جميل كده يفتح النفس. ده بخلاف الطعم يا بنات والله جامد جامد جامد. شوية البقدونس بقى اللي على الوش دول، هما دول الحدوتة كلها. بس ايه رأيك؟ مش جميلة؟ بالله عليك لو عجبك الفيديو اعملي لايك، ما عجبتكيش بلاش تعملي ديسلايك عشان ما زعلش منك. وكمان لو انت مش مشتركة عندي في القناة اتمنى ان انت تنزلي وتشتركي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد طبعا، وان شاء الله هتنزلي وتشتركي. ولو حابة تسأليني عن اي حاجة في الوصفة او في وصفة اخرى انا تحت امرك. انزلي اعملي كومنت اي حاجة انت عايزة تسألي عنها او تستفسري عنها، وانا ان شاء الله هرد عليك. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي مع مطبخ هالة. باي باي.